تغيميتك محجوب أسدي سيرس نتمازيخت اتصطرفين جيوان زي مختلف المجالات تعودن تجارب النجاحة نسن غذاخر إبارة المغرب حماس زي استفذني مسحسان تغيميت أك محجوب بنسي علي نهان ثلاثة خد ساعة 23 خل إذا عنوم كاب راديو حس الإذاعة كبراديو ماني متجمرة غذاخر ورغب رانت مواث النخ قاو مازول ومرحبا بكم غاخر ثلاثة مزواروت زوك سدينو ما مينو أغيميت أك محجوب تغيميت أك محجوب ذا سدي أليس نسن وجود يمكور ثخراس نجوو ذم زقو ذما ونت مواث النخنا المغرب زقيار الفن زي الزوري راذي رياضة وراذي السياسة ولا الثقافة ولا زقيار الأدب ضوى الطاسيارا النغني ذي تغيميت أك محجوب أكني ونسقار بغاسن وثنت نسقار بغاون ديت خرجت ثلاثة مزواروت زيد غيميتك محجوب الضيف أذيري زيد مدينة الحسيبة أنت البروفيسور نجيب الوزاني إكجان ذا رئيس البلدية مدينة الحسيبة ولكن ديت خرجت ثلاثة نهارة وثيت استضيف خشا الصفة المهنية جا ربما سننت ذياري فمن يكمر البروفيسور نجيب الوزاني جا متخصص ديال الجراحة العظام المفاصل ولكن هارق ذا إذن وجيو ديت غيميتك محجوب كرئيس نظام قران البلدية مدينة الحسيبة دكتور نجيب الوزاني مرحبا بك شكرا سي محجوب وتسجم بخيك ذي وذين خيط سلنس كل شيء أتقلاش دكتور ذيك مزورة بعد تقاليخ سواتاس خط البيان الدعوة من البرنامج أكي شرح خنيش أنا دكتور أنا بذلك ثم القيت شكرا سي محجوب شكرا الله يحفظك يا دكتور دوك أذرح خنيش أنا دكتور الشقسيخ حوار مزوارو مرحبا سي محجوب مرحبا تقريبا نهارا ربما عماين خل الانتخاب نوم ضاريس البلدية مدينة الحسيمة مارس الشقسيخش يعني الجواب بعجالة وباقتضاب ضم زيان ما مش تقيام ذا النتائج المرحلة ثانية عامين تم زورو تسير البلدية الحسيمة شكرا سي محجوب تجمد خي وذان خي وذان خي تسلان سي محجوب قبل ما نجاوب السؤال لابد أن نشرح وذان الميزانية البلدية الحسيمة أي بلدية أحمد تفتق حاجة المواطنين أحمد تفتق المشاريع يخصها كريمة الوسائل دونك كيشوفش خاصي محجوب على السمح بيع وجلاء يعني الوضعية البلدية تسيري سمحجوب وي دكتور تسيغاش تفضل الحسيمة غاز تقريبا الميزانية النسي عام يعني تقريبا 8 مليار غاز 12 مثلا بالقارنة تقل مضوع مثلا مضوع البلدية مش الإقليم غاز 21 مليار مثلا قارنة تقل بعض البلدية تم في مثلا بجنية وجي قاعدة تندين تغاس 31 مليار الشهر في الله ناد بين 8 مليار أسوسة يعني 7 مليار وشي حاجة 8 مليار ولكن البلديات ماشي تحكم للميزانية لأن بعض المصاريف كان سنة النفقات الإجبارية يعني أنه سنة بلي البلديات تخدم تحت الوصاية الوزارة الداخلية يعني لابد تنساق السيد العامل لأن دين الوصاية دين التعاون لابد البلديات تخدم العمل بالمناسبة هني خصي فريد شوراق يلا قيت عين اليوم ذي الوليخ مراكش وتمني التوفيقي السيد العامل العياس الجديد السي حسن الزيتوني لجند العامل لتنغير نتمنى التوفيق هذه غير بالمناسبة إذن بالنسبة 8 مليار غاس على الحسيمة غا كثرة أن إخصي وذن السنين ومقان النفقة الإجبارية النفقة الإجبارية تسمى سمع الشيني تسمى تدير ورقين أما البلدية قول ريس فرانك كل شيء يتريد الخزينة ريس ملا يخسن ملا الإخوان يكتبع المنايا ملا بودار قيد المنايا لأن ضروري يخسن في السن 8 مليار ليس نفقة إجبارية لأن لا بد يخسن البلدية تقدس ليس 3 مليار تلاحر موظفين لأنه نشينا 3.3 مليار في الحقيقة 3 مليار 8 مليار لحسيمة ليس البلدية على المقاطعات اللي نخدم الموظفين غاس الترقية المهم 3 مليار عام لكن نظفة يعني لأن نشينا حسيمة تخدجات مجموع الجماعات مجموع الجماعات تخدجات الشركة بيزورنو تخدجات مليار و500 عام 5 مليار و900
الإنارة يعني الطون طون الشوارع 800 مليون 800 مليون تقريبا. لين يجوا مع واسنو في الدين دي العهد السي محمد خيار محطة التصفير الصبرية تخدزات سي عام 550 مليون للأحكام الأحكام يتسميو ذلك حكم في البلدية معهم يدو سيخنش وفيخ تقريبا 3 مليار وشي حاجة يتعسني وذن البلدية تسمى حكم في البلدية وخذوا وضع 4 مليار دكتور ما تسمح ذي يعني إذن ما رأسينا السي علي فينا زي 8 مليارات تقريبا ما نحسبيتها نفس 7 مليار في نفس مصارف إجبارية المجلس الحسيمة تسمى فينا يسعد ذنتي وذن تقريبا تقريبا مليارك تقريبا ولكن هم يدنوسا ومدوسي خنش نفادين يوهن تعسن يني اكتشن لفورنيسور اكتشن البلدية تعسن 400 مليون الطو 240 مليون ديس نعاني يبيزورنو 200 مليون دكتور دكتور هذي سامح هذي يعني تفهم لسي حمدت في وذانا فهمن طبيعة الحالة دكتور يعني هذي سامح هذا دكتور نعم يعني من يخصني طبيعة الحال يعني ربما يعني الخلاصة منتني ذا دكتور هو أن ربما البلدية نهار الدين الحسيمة على مستوى الميزانية تسير نس يعني تقريبا 80% الميزانية تحم مجموعة النفقات الجمول زي ما البلدية ولكن سمح ذا دكتور 87.16 النفقات الإجبارية 12.87 يخطري من البلديه واخا انقيم ذي النقطه يا ثاني مازال نفصل ذي مار يعني النقطه ثاني ناقصه انت تعلق نستي البلديه بشكل عام ولكن دكتور واش عقب خاص السؤال مزور واش غاش الفرصه باش مجموعه من المعطيات لانه مهمين بالنسبه للمستمعين باش يفهم الواقع عند مدينه البلديه الحسيمه على المستوى المالي ولكن دكتور ذي عامين ثاني تا واش ما راهوش غاش اخاك سهل شي حاجه الاموريه نسبيا ما راهوش غاش التقييم زي 1-10 عامين تم زوارت وشحال غادي جيح المقدمة يا أحمد في المواطنة السنة ولكن لو خش دكش في الجواب أولا الأعمال إن كانها ومدنوسة أولا نحاول دكتور سامحي زي 1-10 باش نعذا الأسئلة النغني زي 1-10 ما رسقتيش تقييم عامين نتسير البلدية شحال غاوكش زي 1-10 أقد شرح غاجد لا أنا عذا أنشرح ذي الحلقة ذي مجموعة من المحاولة غاس ناقش لا كتشغج من مجيام ياك تشغج من ياك تفضل يا دكتور تفضل أولا نلقى برنامج العمل الجماعة برنامج العمل يتسمى يتوج نوخ الطاس ندرس ذلك الأحياء الشعبية كاملين الأحياء يجمع ناقصة التجهيز نطفي جمع كتاب الدراسات يروى كل شيء للأحياء يجمع ناقصة التجهيز نكتب النقي كم نكتب يعني نكتب الدراسات كم الشهر النص مختصيف لو خقق غانغ وزارة الداخلية حمتف يتسمى أن يتم رغم الميزانية ضعيفة من داخل تهمان هي الأحياء ناقصة التجهيز روخ قاقانق نخدم هيمانا يا أحمد تف نتكلف الأحياء هذه من جهة ثانيا الإنارة العمومية نقد دراسة يعني باش التفجير الشركة قد قريب من المارش واسنوش أحمد تف نبدل كل شي بومبية فنطو نسنقزي تكلفة نطو 40% أتف بومبية حسن وخطة تقريبا لأنه نلاحظ باللي ذي نجي نتخجس بزاف الإنارة الأخرى حمي عن بد البومبياتها في الاتفاق جلوينو سجن الشركة الجديد قيم كن ذي الشهور المقبلة ستفع عوضا من 800 مليون أتفن تخجس غير 400 مليون 400 مليون اكتريمات نستعمل الأحياء ناقصة التجهيز وخا دكتور وخا هذه تسمح دي النقطة هي الإنارة مدام يعني نيو هذه الحوار نتجاوز مجموعة من الأسئلة ربما من البداية مدام نوض غا النقطة يا ثانية نتفاوث رجا ربما نشبر مجهد باش خاص السيول لا ولكن رجا لا مازال خلينا نناقش مالي يا دكتور لأنه الحلقة عاد تزيرة لأنه نش أزخ ونحرقش المراحل باش نويا شوي شوي لأنه وجه العداد الساكنة المستمعين يتبع البرنامج زي ندير الحسيمة مجموعة من الأسئلة ربما يطرح الشارع يتبع الشأن السياسي والشأن العام ندير الحسيمة مرحبا
أنقيم ذي النقطة يثني تنتفاوث أزوغ إيج مجموعة من التساؤلات توطرحنت ذي مجموعة من شكايات على أساس أنه يعني ذي المشكلة ذي الإنارة العمومية جات بذي تساور ديس ولكن شو شعقوا خارج النقطة ما نعقب غيج دورة ذي الدورات المجلس البلدي إلى ذي تصويت يعني الغالبية الأعضاء خصوصا الأعضاء الأغلبية ضد إيج المناقشة إيج الاتفاقية إيجت تعلق س يعني الإنارة العمومية ثم بعد ذلك ربما نفس الأعضاء جات انت من غير الأغلبية لا ضد سي مسالي لا غير توضح ماشي ضد لأنه مكتب الدراسات يتسمى عاد وادي يوسيشي مكتب الدراسات قدس المرابط هذا سجل الوزير ميس الحسينة وزير يمني وتنق شنشا ماشي رفضا طلبا ديال مكتب الدراسات هذيك التوضيحات أخذ وما السبب من بعد يسد يكش التوضيحات ولكن من ولكن لا وكي سامح يا دكتور ماشي رفضنا السبب ولكن رفضنا واخر رفضنا جلل المناقشة جلل المناقشة ولكن من بعد ولكن من بعد شرح النقطة ثانية للمستمعين زونات فهم من بعد الأعضاء ناقض نسيمان تنسن طلب دورة استثنائية لمناقشة نفس الاتفاقية واش تفضل مجموعة من التصريحات تقاضي بأنه ونتاج الابتزاز الرئيس المجلس البلدي لأنه نفس الأعضاء أسبي السعلي أسبي السعلي الإنارة نغش نتوي نخ من 100 مليون يقول الاتفاق الاجتماعات نقذي العمل السيد العامل السي فريد شراق يعني مشكورا نتفق أن بدر بومبيات الناس بومبيات من اللاد جنوع النظام خطين توحد سنت تكون صومة تقل أن يقام يجي اختصاصين في الدراسة هو السر مرابط الدراسة خمعفين يجي الدراسة الأولى نخطصير نتخجص قم كتب الدراسات من بعد الدراسة ويسنين يعني المجلس ذريني الدولة طالبنا دياس هذا شعرح ياك تسريدي الدياس يقدم يعني الشرح ويسنين الجنين من بعد يسد من بعد بعد يسدي شرح عليني ولكن وذي وش نرفض كيفاش ترفض شكل إنارة هذا ما يمكنش سند إذا نسينا ماشي يرفض باش نصح المصطلح وماشي يرفض نرفض المناقشة الاتفاقية ثانية تجي تعلق الإنارة العمومية ولكن من بعد طالب دورة استثنائية باش من بين نقاط المدرجة ذي جدول الأعمال الدورية الاستثنائية مزيد طالبا المناقشة نفس الاتفاقية لا فنني غاش ماشي رفضن طالبنا دياس مكتب الدراسات ياك مكتب الدراسات بداية تسد يقدم العمل نصف ولنن بعض الأعضاء طالبن باش دياس اللي يقدم الدراسة من بعد يسد من بعد بما أن الدورة من أين قيوز سوى الدورة من يوديش العدد ياك من أين يخسرون من الدورة ما يخسر سواخ الدورة في فبراير 2023 دكتور يجحظان دايس تقريبا 11 العضو من أصل 31 لا هو ذي غوص 16 11 العضو من أصل 31 لأن اثنين درسيت لذي قواد الدورة المغني لا داعي لدراستها من بعد درسيت تانية ذي الدورة المغني لأن اثنين صدق خاص اثنين تجيج المطالبة سياسية وثوث شيء على العداد اثنين عاص أغراض أخرى نسيب السي عليه وغاص والغراض يجمال يشتوى الغاش تستوى لخ ذي المعقول أخاص نسيور أخاص نسيور ونقصة ذيك السياسة أسيب السي عليه ونقصة ذيك السياسة ذي طلب دورة استثنائية إلى آخره ونقصة أهدافه غاش تستوى الغاش ذي مصلحة المواطنين من هي درسيت يقول مكتب وطني للكهرباء اتفق باش ندير كل شيء بومبيات لي لان تيني تكون صومات بزاف وروخا قال يعني الدراسة في وجد لان نلاحظ باللي يقول بدوج العدد الاحياء تقريبا فرطو سند لان المكتب الوطني للكهرباء لوينو احميش تبع احلي لونتروتيان والتسني خدام السيسن الشين ثلاثي خدام الزغار غلوخة قندين لأن يجن عدد البومبية بحار قنط روخة حاليا ماني ما بحاقش البومبية تاعها تعدزين واخا دكتور واخا دكتور جماني واخا دكتور باش 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 نيري تما تقريبا تقبري ديش يعني واش زماني لي بانه نهار الموضوع ونيت الاناره العموميه في طريقه انه هذه توحل طبعا لانه مزيان توجد كاين 20 سوجدين كل شيء بومبيات هذا الدرنت ملي غاش نسلقس التكلفه 40 ديميا ومنايا
كندرس دي العماله ايغلوينو على عده اجتماعات ماشي الاذاعه يا سي مزيان 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 وليت تريما طبيعه الحال دوار نشا دكتور ونمشي نتحول في نهايه المطاف النقل لا ونقل من قاع سي وني مي غاديش نطوبح كيسناكش من داش قاقد منايا بطبيعه الحال لانه شي الهدف الاساسي هو نيتاد والهدف الاساسي انج نقطه انج نقطه ثانيه تفوز دكتور لانه السي ليس الطاس من الشان في فيسبوك ديالنا انا هادي كل الجينيتال الشرط بطبيعه الواقع في نهايه المطاف الهدف الاساسي هو 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 ان نستخرج جزء من الحقيقه وفي بطبيعه الحال دائما دريما الاستوديوهات كبراديو مفتوحين للراي والراي الاخر انج ترقيت ثاني تفوث ربما السي والخساره دكتور وبين الامور ذيس بانه الاتفاقيه بانه الامور كوانت مليح انا حغ نقطه نغني ويست يعني جات تعلق سيناس النظافه الواقع على النظافه ديال الحسيمه كمل خصي السيد نسي علاش تكمل خمين النقابة حنا كثير لا ولكن الدكتور الذي يسمح لي انه لا السير النظافه ماشي مشكل انسي ورا دكتور لانه المحاور بالنسبه للنظافه السيد نسي علي الحسيمه السلب اللي وذان نسي وذان نظاف اولا وذان معروفه المدينه نظيفه نمشي للبلديه الحسيمه يعني البلديه زائد بلديه تيمزورن بني بوعياش اجذير ايناس ايس قمره يجن عدد الجماعات تجتمعا يعني بتوصيه من وزاره الداخليه وبشرف السيد تجن مجموعه الجماعات بوركيزو خانتا النظافه وزما تجمع تندين توحد سي خصها المطرح ماني عارف من بعض النفايات متفقين بقى قسمت لي جماعات اجدير الشين مجموعه من الجماعات كل الجماعات تقدر تسجل القدر الشارك يعني في مجموعه الجماعات مجموعه الجماعات الشين تقدر تسجل السي علي مليار و500 عام سيدي متفق إجمالية جميل جدا دكتور ملايا مهم جدا على مستوى التسيير ولكن ما يمكنش ولكن نشق إذا نتطرح الأسئلة ماشي بصفتك صحافي وفي نفس الوقت نقلخ الرأي العام يجي ندينة الحسيمة زيس الجمعية المجتمع المدني جقد مجموعة من العرائض السكينة الفيسبوك بطبيعة الحال بعض المنشورات ربما تنسي على محمل الجد لأنه ربما تصدر من أشخاص يتجغسن مصداقية بطبيعة الحال وتغيما السكينة ندينة الحسيمة ذين أشياء طازي الواقع عن النظافة ذين الحسيمة خصوصا ذي الفترة الصيف يعني كني هو دكتور كم جلس بلدي مين عنانت بين عنان الإجراءات اتخاذهم باش تحدم سيناس الخطورة انتشار الأزبال ذين الحسيمة لأنه ذي المشكل الحاويات أنه تستوعب شا الكمية الكبيرة ذين انتقادات المجلس البلدي على أساس أنه ويتواكب شا القطاع النظافة تفضل دكتور شوف السيد السعلي الانتقادات مرحبا بها الحسيمة معروف أنه المدن الساحلية يجب الاكتظاظ دام قرن قنبلو ياك لأن الحسيمة في الأيام العادية ليس 54,000 سكان في قنبلو تاري حتى 250,000 تشد خمسة الشركة النيدين حاليا يزور نقص التوذان ستوقع ذي الحسيمة ياك متعقد لو خذيني مجموعة جماعات الشين تقدرت مليار و 500 قلني غيك ماشين الشينوها اللي خسرتوك الشركة لو خذين لابتفاق التس الشركة النظم من يوقعنا عاما هو الشركة النظمية خسرتوك الشركة فرنسية رغاسا يجن عددي كم يوزن أمبان كثير خاص لأنه يخسن السن بلي أنه لن يكتظر يعني الروخ مستقبل نحمد عدد الشركة النظام قالوا من دباج نطلش نابع الشوات الشركة النظام الجديد غاسل عدد أكثر كميوثن العدد أكثر خدما المشكلة هو هذه التنقص هذه تحل إذن القضية ثان مجلس البلدي شين تخجص القدر الناس استغام خل من دوبي نابع لمجموع الجماعات تشكاها بعد السي مصطفى ديرا الإخوان الجان الذي استعد صدق البوع الزاوي الأستاذة خديجة الحجوبي والسي نور الدين بلوقي السي مصطفى نائب الرئيس يمكن تسقسان لأن انت جان تجي مجهودات تيم قرانين
مشكورا رغم الصعوبات الشركه في زورنو، لان الشركه طبيعه الحال يا شيخ دكتور بطبيعه الحال طبعا دي المشاكل مش قاوليه المشاكل دين المشاكل لانه الشركه بما ان خصت غادر الحسيمه خصت الشركه نظم قالوا خذين لجنه اتفاق حتى في الشركه تاع ياسين غاسي كان بيوزن جديد العادات قين نظم غاسي بغي شي خمسه اون بانو كاين نسخد من دونك اذا ربما نيني بانه التدبير في عند ذي المشكل دكتور المشكل دونك تدبير القطاع النظافه دكتور ربما ديري ذي دي شهره هذيك وانا ديري احسن طبعا قالين الشركه الجديده قالوا كنت كاين العقد لان مما تعظم الشركه يا سيدي السي لان المطرح المصطلح يجنب جدي هذا مزيان فاش نخدمت 120 مليون ديال ريال حنا تتنصم غادي المطرح هنايا الشركه اللي دعيت الجديد قريت شويه زمان دا الصغمه هو الصمغه مع منين المطرح منين طان النفايات تسمد هو اكس عضرن اما في زورنو سني قيتري ماسين ست شوارع شوارع تلقى سنت الشركه الجديد غاسي كاميوز الجديد غاسي القوه الجديد من بعد ما نياضي تغير هذا هو اللي كاين فيما يخص النظافة ولكن أريد أن أؤكد أن مدينة الحسيمة معروفة مدينة نظيفة يوزن ناس تحافظوا في النظافة وش تخيخ جماعة طبعا جنت المشاكل قنبذو لأن قنبذو يخصيش كتسند قاسد السعليش كتسند الحسيمة قنبذو القهوين الاكتفاء الحسيمة تنديت المليح تسندي وغنطس ولهذا حميد عدد الشركة النظيف الجديد إن شاء الله المشكلة لن يتكرر هذا هو مزيان دوك مزيان دكتور دوك نسيوخ النقطة الإدارة العمومية نسيوخ النقطة النظافة ربما تشكلت نقط مهمة يعني تحضب الاهتمام من السكينة لأنه قطاعات حيوية طبعا لذلك النظافة هي النفقات إجبارية طبيعة دوك ان قيم ذي نفس السياق دكتور ونمشي ضربت يعني ضربت النظافه في الموسم من الصيف ونمشي نسن بانه تنديد الحسيمه ديج مدينه سياحيه ذو رجل وجهه سياحيه خصوصا على مستوى السياحه الداخليه منايا يطرح يجل المشكل مكور عام المشكل الاحتلال الملك العام هذا الملك العام نستورخ الشوارع مقرنة نستورخ الزناقين نستورخ الحدائق العمومية نستورخ خرب حوراث الجتابعين المجلس يعني ذي النطاق البلدية الحسيمة المشكلة وانيتا إيجاد الشنزيسي وذان المسؤولية البلدية دكتور مسؤولية احتلال الملك العام السيفن السعلي مسؤولية مشتركة ما بين المجلس والسلطة العمومية السيفن السعلي السن الحسين نشد الرئيس نيخ مثلا من هذا العضو كيف الليجن من هذا يتحتل الجنوب ذا رحم الأعضاء من هذا يتحتل الله الشارعي كيف قال الله ديك شي سشوة الكلاسية قارك على حوية بوليسية هو رمية تسمى جاني وذان صبحان جاني وذان مع الأسف ربعة قليل جاني وذان إخساء الدخل القوى العمومية منايا الذي احتلال الملك العام الذي احتلال الشواطئ أحمد 8-2 إذن البلدية هذه من جهة ثانية السيد السعليم وما تنساش أن سوق مالا سوى خلف الرشاني مالا سوى خلينا ينجن ذي شارع ساباتيرو ذي فلوريدو ذي السوق الثلاثة ذي ميرادور أكثر من أكثر من ذلك ماشي فقط الفراشة ولأنه نسوق الفراشة ربما أمشت إني يعني الجانب أرتراعي الجانب الاجتماعي الجانب الاقتصادي الأوصال لأنه الفاق ومن يا ربما ربما أذير إذا المبرر بين قوسين وكين شي نسوق ذاني تاخل الاحتلال الملك العام 34 أن المقاهي نتحونا ذين شوارع ذين دينة الحسيمة توحتل أن نغسر على الغاضة آخر الصفوغة تتغبارة يتفذ 2 متر 3 متر من هي كاين منايا نمشي للبلديه من بوزاتيك بوزيان تراخسي مولتان سكسير كراسا وفيروني ذا بوفري الكراسا الناس نتكسير يمكن هذيك فايت القوانين احمي انت فاميا يتوقع شي نتخبى السلطه العموميه يعني السيد الباشا اللي غيكون مسؤوليه مشتركه اش تسند الحسيمه مثلا تحرم من القهوه السيد السعلي هذه راح العضو ونيف الموظف البلديه شي نيشتي تسوي شي ديكسي واش بينصاش كي ديكسي وزما ديكسي واش كي سمنغ ما يمكنش ماشي الدور نغ نشينا البوليس انا من غاكي وذان ماشي الدور نغ ود ماشي شي ثانيا ان يجي ملتفي وذان انت فاكي تسند بالتفاهم
ربعين وذين أحمد تفت صبحان قد صبحان إني ويت صبحان قد خبر السلطة العمومية من يني غيكي توكا خاصة في الصيف قد ويكتو كان المشكلة من ملت راح ذروف أتفذ ربع عظم القهوي فعلا تحت اللين الشارع وهذا المشكل مش قفان ذي الحوسي مواق في المغرب يكمر نشين تحاول ما أمكان استفهم نشين بلدية من المواطن وإلى المواطن طبعا والنيل بالقهواني في عدد ربع الصبحان تجاني وذن الأعلان دي الشارع ربع خانت راح نتقل نصب على السلطة نخب على السيد العامل نتقل المجهودات المغامر ثانيا المريوة نتقل المجهودات السيد السعرين أتف مثلا بعض أي مكان أتف دول الأسواق لأنه وذن وزارة شين مجهودات نتقل الحملات مش حال حملات يوقعن مرض هذه الصيف نزيد كالبلدية مش حين يولاني مجمع ذي القهوي ولكن بعض مع الأسف دكوالند فلهذا نمتفق كيف هو ذي المشكل نتعانى الزيس للحسيمة ونتمنى إن شاء الله الجميع ذيك المجهود الناس وذي ستة التوعية حتى التوعية وش تشكاغ بعض الإقوان ذي المجتمع المدني تصنغان غير البلدية سهما لأن تجني وذن تنتقد نوها ولكن تجني وذن تساهمر أنا عاون البلدية ستوعية ستفاهم والحمد لله ماشي كل شيء وذن يتسمى ليس العكس تجني وذن تنسفاهم لكن السورة اللي تصبحها يتقي الآخرة تجني وذن شوية قصحن شويتين قد بطبيعة الحال التواصل بتعاملين المواطنين بطبيعة الحال ولكنش دائما قال أنه المشكلة وانيتان يعني الاحتلال الملك العام اللي خلفوا ذي جات يعني تسنيت دينة الحوسيمة خصوصا ذي الفترة الصيفية جات لي سيج العدد التوافو يعني الزوار السياح سيج الشكل ذا مقران يخسوا لو دا سيتواف الحل سواء زي السلطة المحلية سواء زي المجلس المنتخب لأنه في نهاية المطاف التدبير تسير دينة يعني البلدية ورا السلطة المحلية تحمل مسؤولية مقران غير احنا تسامير صديقين المسؤولية مشتركة ما بين المجلس والسلطان شين الباشا يتاقل مجودنس شوف السيد العامل السيد القايد مثلا السيد العامل قدو خص الشورات ما فادنيش تولي راح يجي القايد القايد راح يكسني بند البلدية وانا كيما ضو ونظم شويت هاش من دخل سنطبع أجل مدخل قيد النيل ومن احنا على العامل الناس القيد الناس علاش مشيتي ما ديتيش معك القوة العمومية فهمت قد جاني وذان السيد السعلي ما تظنش اني وذان سنتيني نظمة مكان نظمة جاني وذان باي عمرها دار تسامن تستجاب النشط شخصيا اجتمع كي تصدي كيما ذو وذان وفيق متمسفامن وكذا يصلوا بعض مع الأسف غير التواز نيثنين تسمت الجيشوية الفوضى ولكن غاك الحق من احتلال الشواطئ احتلال الملك العام وقيمة ديجن يعني ديجن خدمة البلدية باشتراك مع السلطة ضروري من يقنشن دائما اجتماع خاصة تسمشك تسمش حال اجتماع في فلسنتج الجود نتجيز ونتمنى ان شاء الله ذي وقعين ولكن من هي 40 وذين تارن تدي البلدية وحلس لا هذا المناسبة هذا المناسبة دكتور ماذا بقى نسنيت بأنه يعني مسؤولية مشتركة وذنداء السلطات المحلية أنه تساهم وتكشفوسي المجلس البلدي من أجل تحليل الملك العام دي الحسيمة فأحضر الحملات تكتوقي عن تريد سرقية المخزنية وش لحظات الدار البيضاء هذه الموضوع وصعيبة فنادي ولن سويون ولن تجين كان يخص المواطنة كيف نتعامل ثانيا يعني جيني ولن تصبحان في سنة وعيدة فامل الشعر حظ شيني ولن دخنا عريف يخصو كيف تجيبون غنان ماشي شي تسام لا يخص أن الشعر حظ تصبحان فالفادي كيف تطريقية تصبحا ولكن يقارك مغاوين خلينا الجنر بعض يتسمى يتسدي صغيو ولكن تيتقل فوضى سيخفن السقاء فماذا ولهذا المشكلة شوية معقد ويستغرق يكي بصراحة عن شو غامل عصر وفاقد سيخفن بطبيعة الحالة دكتور لأنه شي الهدف الأساسي نمرقية ونيتا الهدف من دي القاف خسويني دول الهدف الأساسي يا دكتور الهدف الأساسي هو أنه بصراحة ثانيا السيور بصراحة يمكن أن تفشارع شارع مقهى نزعوين تيران نزعوين جن منظم من ينسني ذن
ولكن شي نسيب السعادقة ماشي نوز ديني أنا كانت الزرقي وذاندي الزناقين واخا دكتور واخا مفهوم الرسالة دكتور دكتور مفهومة نقطة يدري تمهيمة السيور دايس الخلاصة يعني من تقال دكتور هو أنه المسؤولية ثانية تحليل الملك العام ديت حسيمة الفوضية ثانية ربما يجت سن ديت حسيمة خصوصا ديت الفترة الصيفية مسؤولية مشتركة نجرو خل المحور ويتجرب ربما نفصل ذي ساتصل دكتور أنا حشوية غير المحور يجي تعلق نستسيا نخت البيت داخلي البلدية الحسيمة أكيش عقب غايش السؤال ربما طرح أنت مجموعة من الساكنة ديت حسيمة وما كرهتش يعني أي تجاوب وتوضح هذه يعني وذلك طرح السؤال وانيتا شكا دكتور ذريس البلدية ديت حسيمة ولكن صدق ديت ناربات وما يقارب هذه وذان السكينة أنه يتأثر سمحي دكتور أنه يتأثر السيل العادي الأمور البلدية ويخلق ذيني ربما سؤال تجانس الأغلبية مفقود المصالح المواطنين يعني تضيع عن طريق أنه الرئيس وحطاشة دائما البلدية مين عندنا من غاز جاوذي وذنك قال منا يا دكتور الرئيس وحطاشة هو حق يراد به باطل جميع الدورات تخصنت الدورات الاستثنائية في تواصل مستمر المجلس طبعا تدخلي عربات لأن الرئيس ماشي موظف الرئيس هو نش الإخوان الجين بين التقاء والسيغ دي دعاونا الإخوان نغ البلدية شارحة. نش هو عمل تطوعي مثل تسند هو عمل تطوعي نشي لو خيو ذان السوى اللي يصدر ذي عربات وليكو السوى نشي مش حاد يكشي ذات مش حانت معرفين طلع عربة عربات ثمد ذات ضحية نشي نخدم يعني المجلس يخدم في الأغلبية الأغلبية معاونا الرئيس غاس ستان النواب أربعة وما نيتيش في القانون ليس أربعة النواب اثنين نائبات رؤساء اللجان كان الأغلبية خدمت معاونا لأن المنايا لابد الرئيس الفوضى إجنس التعمير إجنس المرافق العمومية إجنس التعليم إجنس كل إجنس غاس الدورنس الرئيس أحمي سعاد الفوضى هنا هو الرئيس تقيم الدورنس أما ينيك سواء أما الأغلبية ينيك سواء أن الأغلبية ماشي منسجمة يخسر السن قبر الأغلبية من الجن قبر السن محجوب الجن يجن الخيب الجن يمكن سيبو الدران تسكسي قل سيبو الدران وصخاري تشقادي الدع طبيعة ربما يجن الخيب يتويد الأغلبية ربما السوار القاسي من الانتخاب يا دكتور ذنيتا ولدي لا السوار غيش السين محجوب السوار خي الواقع مش ماشي ذي القاسي قبر سيبو الدران الجن 19 السن نفس الخيب لأنه دائما دكتور في نفس السياق لأنه باش نشرح لي وذن إذا خيت سران لأنه ربما نتصب هذه نفس النقطة لأنه ربما نهار النظام الاقتراع خصوصا القسيمة الانتخابية وشاغد تسمى الحضور بالقناة المشهد السياسي بطبيعة الحال تشارخي وذن السنين ولا نهار غاق بزاف التمثيليات الأحزاب فبالتالي صعب تنقذ الأغلبية منسجمة تفضل دكتور قبل 19 سن وريند مارا قيل الانتخاب مارا سياسة أمر أسكع وش كسل منايا سند من السبب ومنسجم إن الشين غانق 17 الأحزاب كوريجين يريد الشرعية النس والحمد لله استطاع 17 الأحزاب أن تنسفان وينك تعتقد أن حمتها في نميش وتنقش جرعب إنش طريق في النقشة وحيوين ظاهرة صحية لأن عم قالوا تمناقشين تقين نعرض ما رأيتي لي شوية الحدة ولكن تصويت خان تصوت مارا إلى حد الآن الأغلبية منسجمة ذين النقاش مش هو ذين النقاش جاء الأعضاء يخصيش كتسل قد 17 حزب ذين الأعضاء الشباب غاس الحيوية على الخدمة ذين الأعضاء ذي قديم غاس التجربة انت تجيش المجهود حمدت 17 الأحزاب النجمع المناقش بطبيعة الحال 17 الأحزاب قام شي سهلة المحجوب الجمعة 17 الأحزاب ولهذا ربعة خزانة مية لا قينات من غان
يمكن وفيه من شيء ممكن يشكل القانون الانتخابي. القانون الانتخابي توريا وتجيبوني، ولكن أكد باللي كل شيء الأعضاء ورؤساء اللجان كل شيء فعوان الحسيمة، يعني يمكن هذا المرغم يجيك الصباح هذا مصرح نقوع الشيء ما نيروك حاليا للذين النقاش تنشوت النقاش، ولكن الهدف واحد هو الخدمة المصلحة العامة. ما لا نتلقشن خمش نتلقشن عزون المصلحة خلصن نخزون الطفن خلو قدي الحسن قولي تقول مواضيع الطفن في المصلحة في كل شيء يخدم تطوعي جميع الأعضاء جميع جندي المجلس وتحيي حتى المعارضة. المعارضة كذلك تنتقدان نستنفع الزيتن لأن المجلس مرة واصل معارضة وإذن ما يخدم فإتري النقاش داخلي المكتب الاجتماع، ولكن أحمي ناس نتوضع النقاش أحمي نتوضع التصويت أحمي نتوضع نبتع التفاهم وأحمي تفني رجل سنحجي وتجمع دي الصباح عشرين ولنا مش سهل، ولكن الإنسان يخطي لي هذا الصباح الانتقاد يكتوقع معرفة به الانتقاد من طرف المجتمع المدني من طرف السكان بناء نشتع طباخ بناء طبيعة حال. وذي السياقة وانيتا دكتور ما لا تسمح ذي ذي السياقة وانيتا ونستور التدبير المجلس البلدي، ومهم جدا انه سي نقطه ثانيه انه يعني التلاقح الافكار يعني وخر بعض الوراثين يطوض غشنا ان لنفنيه المطاف مشني يعني من اجل خدمه الصالح العام. جميل جدا. انا انعقب ذي السياقه وليت انه مزيان المعارضه ربما غاص دور مهم جدا راه انتث العقب خذاني غيج البيان 6 فبراير 2023 تسميت تصدريتي ذي المعارضة بعد المقاطعة بعد المقاطعة عند دولان فبراير ذي 12 التوقيع 12 العضو تهامنش بأنه الارتجالية ذي الفردانية ذي اتخاذ القرارات دون العودة إلى المجلس. السن محجوب أول نسمع عش ماشي أغلبية سميت السياسة يني غاصن شوف من إني ولكن من إني من بعد من إني يعرض من إني قد سويتي تقن قتلت السياسة السي محجوب السنوبي قد السياسة لا جيني وذان شوف جيني وذان وسي تعجيب ولا جيب وذان إذا رئيس جيني وذان لجدين دارو يا سيقارس كيفاش يعزو ديدود غاص الحنين الماضي وخان وذان دائما وغاص التليفون الحنين الماضي جيني وذان غاص الحسابات جيني وذان يتفنى في قاس وقع كيلي وش كسر لي وذان وقع نوسم في توقع لقاس وقعوا وقع كلام يكسين قناة المصلحة العامة من أين السن محجوب وش من أين غاص في النتيجة. ولكن الدكتور ميتري العود ميتري هو اشتوارة وهي تسمى فهم اشتوارة وهي عادي ميتري بزاف تسمى من السوى ذاني تاع المستوى التدبير المجلس البلدي على مستوى البيت الداخلي للمزاف العدم من الشنآن عدم التجانس. أنا عقبها النقطة يا ثاني تاء أنا عقبها النقطة دكتور تسريب اللائحة العمال المسلمين شيك السواد من قاضي الصحافة لا ماشي من قاضي الصحافة لا من قاضي الصحافة من قاضي الواقع لأنه إعداد الحلقة يعني استمع في جميع الإخوان ذي المعارضة ولا ذي الأغلبية. أنت جوز نسيو ذي النقطة مهم جدا أنه يعني وخاتر ذي انصدام على المستوى الأفكار تغيما دائما في الصالح العام من هي مهم جدا ما راه على أرض الواقع مهم جدا. أنا أخر نقطة يا ثانية جا داخل ذي تسير المجلس البلدي تسري توصل ربدي جل لائحة العمال الموسميين جا الثاريج نتجطة مقرنة دكتور على المستوى المحلي ذي اسم جمعة من الأسماء فقط بلغ فندذ بأنه مانايا اسم لائحة يوث جيشة، ولكن ذي الدورة ثم قالوا إيش جنزي الأعضاء الأغلبية الطلب المجلس البلدي استوش اللائحة مين عنا الموسم العمال الموسميين مش العدد نسان مش حريت اشتغل يعني اللائحة يا ثانية تضجيق وقنخ العمال الموسميين يا دكتور وضع اخذ الصورة عافك لأنه السكن الحسيمة تسقسى. شوف السين محجوب اللائحة يا ثانية النخشات كني تطلب النخشات سنت يمكن تسقسي الأعضاء ثانيا اللائحة نتني سني كاذبة الجن نخشتن يقيم ذي القهوة يعزو ذي قلفي تنين شعري تيد ثني خلق قادة السلم حجوب التكذيب لا أساس لها من الصحة
ماذا دين شين لائحة وني أولا أحمدي لك 7000 درهم 7000 درهم وتجي قاقالي منايا. ثانيا نسين محجوب إن شاء الله غايد إني غايك نشين لو خير ملاح وميدي لك السؤال نشين غانغ ذي الموسميون كصوتون خاصة غانغ 80 مليون تليدي 80 مليون عام سريعش يا دكتور سريعش تفضل سنطي مليح السن محجوب. وثانيا طلب خير المواطنين هذا احنا على التريزور لان هذه التريزور سلت فنط العشرين ماشي دي فيسبوك لان ماشي دي فيسبوك لان الاخر مش حين منين كلهم كذب منين يقصدوا الفتنه كنجاوب خاص ولكن داهم يتجي السؤال اني غير كذا 80 مليون عام ليش 70 مليون تلاح عيني خدمت في مغاري اللي خدموا البلديه يعني المراكز يا اساس 70 مليون نتجات سنت ساعه 50 سنت مش حيتقيمن قيمه 10 مليون ياك 10 مليون ياك 10 مليون 10 مليون تاع عام تاع احمد تفشين الجن مثلا مين اللي يمقم بعض الموسميين تاع سنت تاع تنشين الخدمه يعني توقع سنت 10 مليون قدر مش حالة ذي القدر أكوشغ مثلا نشوف أكوشغ مش من إياغ أكوشغ مثلا ذي 2000 وقيل مزيان ذي 2019 ذي مثلا ذي 2018 رغاصن 460 مليون ذي 2016 ذي 2017 400 مليون أقيل قل أرقام قنش مسؤول خسن ذي 2020 290 مليون في 2021 قبل ما نشين 280 شنو ميدوسا 80 مليون ذي 70 مليون 70 مليون اللي غير كثر حي خدام اش كنشوف التوقع فني في توقع توقعت يعني الاداره ذي سجن 10 مليون اللي غير كثر بعض الدن بعض الخدمات قليله هذه 10 مليون اما قبل السي محجوب قبل قبل سكسي بودراس سكسي الموظفين مش حال مش حال ليتوزع مين يوقع نتوري لين ببعض لأنه من يلاقي نشان من هي لأنه من كسين من هي لك كسين زي 400 مليون كسين 100 واحد تسمى كوليج نكسي 20 30 كارطان إسقال وفين ثوريا وذين شي كان دي جيد اللائحة دي هي لائحة كذبة مش أدعو المواطنين هذا لحن على التريزور نخ صحفة أجبذن ذي التريزور إيوذن قد التريزور سندوكشن نيغا استدعي قنش استدعي الصحافة هذا سغا نسيفر نشعى سومية المسؤولة المسؤولة خينا في الميزانية سندوكش كل شيء ميمي ونشعى اللائحة ميمي ونشعى لأنه وذين إيوذن خداما نسقط المحامون من هذا المغاتي جماندا لا يمكن تنشر مندمس كشكرجو بانوس طبيعه الحال طبيعه الحال مثلا موظف اللي يخدمين في بغا اللي يخدمين يا السلسل وغالي غبور حق هذا من شام شعب حنا اما غا امريكا غا الحق اتسيو الشمت ان شاء الله ولكن ما لازم تستحق هذه الحسين ماذا الصحفيين المتميزين ليسوا ذا نقيين ليسوا ذا نقيين ادعوهم أدسنا على البلدية غايدة سنش ما رخصن شكال أحد مهم جدا أدس على رئيسة الميزانية نخند على السي رشيد التريزور كدي وش قديني وذن ولكن يوني دعي عينا ميادر قوي وردوا مثلا ورد بعض المسائل أجاوبي ديني ينير قصنص الفتنة والفتنة انت زحمي توقيع وخل جاوب يوذن تريماز الفتنة يا ولكن مهم جدا ميكتيري التواصل دكتور هقشا مهم التواصل على لسان على لسان دكتور نجيب الوزاني رئيس البلدية بنت حسيمة يتصرح بأنه لائحة ثانية للعمال الموسميين توصل ربان لائحة مغلوطة بأنه وهذه خلينيش نحاش لا أساس لها من الصحة ودعوة للفعالية المجتمع المدني الصحفة على المجتمع أضحك أنج نقطة يا دكتور صافي الميساج يوضى دكتور شوف الحق في المعلومة حق مشروع ونشي ذوات دور نغ أنه دور نغ هو الهدف الأساسي للرقية باش نبلع النقطة يا دكتور ذي سمح عافاك لأنه التوقيت الدهامة نغ لا الدهامة هي مهمة سي محجوبة لا ديك الناس صحفيين اللي احنا على التريزور
ميخا غايدة سنش على البلدية اسم فش اللائحة نظان ولكن أتد نشان بس نقض الضبانة جيوزان جيوزان نيجن سن المحامون ولكن نظان الدعوة ثوض وكوشي غاري كوشي قاعد ندير الاستماع بطبيعة الحال أنا مش متأكد بأنه الحلقية على مستوى ندين الحوسيمة التصيص غاي سنطل لأنه كوشي تراجع بزاف الأجوبة خل الأسئلة يتينا قاثنت ونشقي ذيتا نهارة ما تفنوضح الصورة دكتور لأنه مش تشك نهارة الهدف الأساسي هو أنا كان شكرك بزاف على هذه الأسئلة أنا تشكرش السيد السعدي وكش لي الفرصة ألف مرة لأن السيد السعدي عادة تنتجي خذ السورة بزاف للصحافة سويني ذي النقطة يا دكتور ولكن كش لي الفرصة يا ورد نشتغل بالمناسبة بين قوسين الشكاخ لأنه يسنق بأنه يشتعي وشات عيد بزاف السيور الديمانية ولكن قبلت دعوة البرنامج بشكل مباشر سمعنا يا ذي الشرف ذا مقرانا أنه كيخذي لي ديكا براديو ذي الحلقة ذا مزارة نتغيمي تاك محجو باش نبلع الموضوع دكتور ونهار ماذا يسنسيو لطاس أن بلع لا بلع يعني نسيو جميع المحاور وكيخذي النقطة قبل ما نعلم المجموعة المختلفة يحق المواطنين السميت وعند انا عقب غير النقطه جا داخله ذي تسير الداخلي باش نبلع الموضوع باش نبلع المحور وانا عذاج مجموعه من التساؤلات النظري المشكل مين يتوقع على المستوى حاضرا السيارات الجماعه عضو زير المعارضه يترسل للمجلس الجهوي للحسابات انه استغلال الطوبين هذا جاوب اخا دكتور لكن بشكل مختصر الله يرضى عليك دكتور لا روح للتهامه السيد السعدي شوف السيد السعدي شوف ميدو سير على البلديه وفير باللي القاعدة ذي الحسيمان نواب الرئيس نواب تجين تغاصن سيارة مهين الزيانين تخان دايسن خدمين دايسن القطاع هنسن مثلا ما يمكنش الطلبض ينثل المسؤول التعمير الذي هو عسيدي عبيد نعرف غانيمين ذي بتي تاكسي ثام وفيختذين من بعد يكون الليجان نشين فوالا يومي جنوسا غان الأعضاء الشباب على زمان الخدمين قبر جن ذي المجالس قبر جن بعض المجالس واستخدم الليجان الرئيسي تجي كل شيء الناس لا أنك الديمقراطية نخشدين وفيقين بعض الأعضاء الشباب على زمان الخدمين ليس مكشن سن القطع عن سن بس انت يمليح ماشي ليس تسال يعني القطع عن سن يقارك مثلا نشي يجن كلب استعمير نخصو مع رفيق العمومية يقارك هذا ويخ مثلا نخضر لأن ذي إنجيرة لأن لغان في التبع الإنجيرة في الشوارع ما يتعقل على الدخلان الحسيمة لتراح رؤساء الليجان نخ على المرافق خزان يقارك الشمال راح غير بتي تاكسي الناس يجن الطموبين نجاس ما ينطموبين في المرافق نجاس انت مثلا ماشي نديت تسمى يخدم الزيز من بعد روخان الجان يشتن أي رئيس اللجنة رئيس اللجنة استعمالي تنتا ولكن أي واحد استعمالت الموظفين استعمال امتناث يتلح ذيس عوض ما دي راح يبتي تكسب يوقع رجل خلاف يعني مالا السوى الخصي زكاريا مضيان يك مالا يخصي وهذا إنك العقلية نسي زكاريا مين يسعد كشن الطموبين نجاوبية اللي أصبت أنك شيت القطع ويقتنع شي زكاريا تنسيبها كده إيقار رسالة هذا من حقه وش من المعيارين ثابرات زعما قد تسمد خاص الحق تقل المعارضة خاص الحزب الناس يتقل رسائل الناس ولكن الجواب قد كشي غاسقا غاسقا وقم منايا يوقع القطع ولكن وقتنا شيء ما يجيج الرسالة يكش يجيج القيمة انت يجيت اللي فيسبوك لا وحضيرة اما الحضيرة ما الحضيرة يذين الحضيرة شحال غاسن الطوبينات غال الجماعة دكتور تقريبا العدد التقريبي الطوبينات اولا كل شيء التقريبي نفسيش كتسن غايد والسن هو العدد بالضبط الاسطول المتقادم اصلا محجوب والسنغول عدد القبر لأن ديان الرعاضي كم يثان فولانسياف ولكن السؤال هو لأن يتهم مقاعك يمكن غش والله يقول خليني غاية الرئيس الرقم بالضبط ولكن يقول خليني غشين الرقم ولكن يمكن أسنو الجمال أقصد المستقبل يوجد السؤال مدير المصالح أنت يحسب كاملين ولكن كل شيء من دين قسم تحت تصرف الجامعة وذي نقول شيء نجن يتسمى غاس الطوموبيل يتسعر الزايس لأن بعض المثلين ظهر بعض رئيس اللجنة عند الطوموبيل يتغير أسقى يتسعر الزايس قيت حيخدم الزايس بالمناسبة بالنسبة لنش كرئيس عام يكمل رواغاي والطوموبيل لأن من يتسعر ندخل فالجواب قرنش عام يكمل
حتى مازوت تقف تضغاي الطوموبيل وذي عربات وتستعمل شي نهائيا لأنه وتجرب بشكل أن ذي من الجن يشعديش طولان ودي لنشاي الطوموبيل المستعمل طبعا أحمد تقف المهمة تسرد ذايس هذا صغار هذا هو أحمد واخا دكتور دوك نقطة ثانية مهمة نسي وخاس لأنه تواثر على مستوى الإعلام ومهمة خاس نسي لأنه خاس نستر إلى خاس أنج الإعلام شوف أنج الموضوع دكتور الإعلام السلبي السعلك عامل الجن سلبي انتشار غير من الجن إيجابي تعمل انتشار شوف دكتور ذوال الهدف انتغيمي ثانية لكن شكاش السؤال ومجلس على حسابات لخومين سي أنصاب لأن المعارضة قد تمسي المعارضة المليح قد تم المعارضة أي حاجة جديد ورد الرأي والرأي الآخر مهم جدا لأنه نعطي نعيم ثلاث دكتور اللي سمعها دكتور لأنه توقيت دكتور نعم نعم سمعها دكتور لأنه توقيت الدهامة نخ مني عشان نكمل الخلاصة يعني من نادي المحور ونيتان أنه مهم الرأي والرأي الآخر مهم جدا وتدعوة مفتوحة كذلك للإخوان الجانب المعارضة أنه مرحبا بهم نسجل رأي إنسان بطبيعة الحال لأنه في نهاية الطاف نشي من فتح خلف الجميع أنج المحور دكتور نسي ورقع من يتعلق الجانب نتير داخل البلدية نسي ورخ القطاع الإنارة العمومية النظافة أنا خرج المحور ربما ذا مقالو ويقيم غيره خطط ولكن ولا بد خاصنا هذه نطرح مجموعه من الاسئله ولكن نتمنى خا دكتور هذه شوي اسئله الاجوبه تقضى ذي لان الوقت نتمنى نتجاوز التوقيت تما العادي للبرنامج انا خا دعم الجمعيات الرياضيه دعم الجمعيات الرياضيه ديال ندير قبل ذي نجي المشكل وخاص نسوي بزاف هو المياه نيجي تشجع الناس فهنا السقي المساعات والخضرات اللي كانت قادة يسجن المشروع اللي قالوا خلت السوين سوى من الريضان هذي نجل المشروع تحويل يعني المياه العديمة السقي 72 دي 100 تكاليف قاتل 13-12 ثاني تصدقم خاص دي الدورة هم قالوا اكتوبر دكتور تصدق خاص دي الدورة هم قالوا بعد عدة اجتماعات وزارة التجهيز قالوا خمانا يقام مش يتغيرش تنصدقوا قال اجتماع وزارة التجهيز ذي العمالة عدد الاجتماعات الاتفاقيات الليجان كذا ماشي 100 زعما القيمه 100 كنصدق ماني ولكن ضروري السني وذان مهم جدا المساحات الخضراء مهمه واخا قليله ديال الحسيمه ولكن مهمه مهمه جدا انه جسد سونتيف توسقان سلسله المياه ايجال المياه العادمه الاعاده للتطوير المياه مهم جدا انا غنقطه الجمعيه دكتور ذينيش التفاوت ذا مقرا ندعم الجمعيات الفريق الشباب ريف الحسيمه مثلا قناش قي اكسيمي 2 مليون زي البلدية ومنيت الثاغ تسمى خل مجموعة من الفروق النغنية جات غير ما تسمى دعم ضم الزيان من عنا نتلمع عايري تعتمد مكان مجلس بلدي ذي التوزيع الدعم خصوصا على الجمعية الرياضية دكتور السي بن السعلي الجمعية الرياضية ماشي يتشتسن من خصن الشين من هي عدى ذي الدورة تقدم الطلب نسمع اللجنة توقع الاتفاقية الاتفاقية ان احنا خلاص صادق المجلس يكمل ماشي الرئيس المجلس يكمل داك شباب الريف خاص الاتفاقية الاتفاقية قبل نصادق خاص الزغاف سند نصادق خاص السكوسة انه خاص 200 مليون لان شباب الريف خاص المشكلة وكان محان انا اللي وجهين الشين البلدية المجلس الاقليمي تفويت غيمي اسم شباب الريف رغم انه روح خاص يجن عدد المشاكل هذه من جهة ولكن ماذا المجلس مستقبلا يقرر أساس القس المجلس حر يعني يقرر المجلس يكمل ماشي الرئيس ثانيا هذه فيما يخص الأندية الرياضية من الرجاء عدد النادي الرياضي الحسيمي النادي الحسيمي يعني كرة داخل القاعة الباسكيت الإناث قاع الجمعيات اللي تقدم الطلب تلاحنا على الجنان شو تدخل شي دي منايا فغسل كل شي من نساعد من غانغ انت ساعديثا ولكن تقدم لجن الاتفاقية الاتفاقية نحمة في كل عام يعدي ياسن منايني اوتوماتيك
فهمت. واش مين عندنا المعايير ما يختبازات في مثال اللجنه ثاني تجم كلفاش الدعم للجمعيه الرياضيه؟ مين عندنا ربما المعايير تسمى الخطوط العريضه من عندنا؟ الشباب الرفق امير يجي الفريق في بريمير راه 200 مليون ياك واخا تنفهمها في قيمه السنه غير يجي النقاش واش تنكس واش تنكس فهمت ملايين ملايين رجع مجلس وخا الاتفاقيه قد قضانا سواسع الاتفاقية 200 مليونين العام المقبل المجلس يمكن استنقص يمكن المجلس هذا يقرر فهمت بالنسبة المجلس ما هي الاتفاقيات اللي غادي القرارات المجلس يتناقش المجلس ذات الأعضاء الأغلبية على حسب الطلبات إلى آخره ولكن شي تحاول أن دعم جميع الفرق وجميع الرياضات وحتى الجمعيات الثقافية استفدت الجمعيات الثقافية دعم إذن ولكن وتشير المداخلين ذي الأول ومير السوا خل ميزانية قيد عبقى وذن وتسرين باللي مش حافي تريمان قالوا العين قارك العين قصيرة واليد قصيرة إيه قالوا خنشين مرينو فا أمري غعب نشين انتق الطلب لو خنتق الطلب دعني ذي الميزانية انت إيمان يعني الجمعيات المراكز يخدمان لأن دين يجن عدد المراكز سنين مش غير الجمعيات الرياضية المراكز تقلنا دين السمو البوك دين الجمعيات النسائية البحارة نتحاول الشين نعاول أنا كل شيء يستافد طبعا ذي النقطة يا دكتورينو الدكتور أذر أحمد أخيك مش بزاف ذي النقطة يا ثانية المراكز ندعم الجمعيات الرياضية المركز السوسيو رياضي الذي نجل عدد الطلبات ما يتوقد مزيد الجمعيات المجتمع المدني باش تسيرا وتورفضنت نهارا ربما ذي نور بأنه تقريبا قريبا ذي أضيازم المركز السوسيو رياضي واش الخبر وين صحيح بأنه قريبا الافتتاح للمركز السوسيو رياضي في وجه الجمعيات المجتمع المدني للحسيمة المركز السوسيو رياضي شكسل باللي كتاز 10 سنة تيبلع فعلا بوركي المجلس واتفق لشي كوريجين ما يجبل وميدنو سنشين اكسيد العامل من الناس حرام مشروع ملكي هذه قمية تلاشا من نحسب ماتريال النذين نفذي سبع الإصلاحات لا بيسين ذي الشقوق ذي ربع نتيزديد نحسن ماتريال نيوشيت بعذر نفا تقرأ الحمد لله ماتريال قليل ذي سي بعذر قليل ونحافظ خاص كل شيء نحس بيث نحصاف نخزع المخاصر النذيس نجيج من الجنة من بعد نكلف الذيس يعني المجلس كلف الناس يعني المجلس التنسيق لو خا نخدم لو خا نخدم وناس نعذر لانه زعما لو حميد عايز السيد العامل الجديد باش نقدم الملف اخي عاون نعذر لابيسين نعذر دور نعذر الاصلاحات ديال هذه الملاعب الميدانيه ملاعب القرب وما نسيوش بزاف ملاعب القرب دوك اذا المركز السوسيو الرياضي دكتور يعني القريب العاجل ويعظم شيء يعني مازال ديال الاصلاحات لا ما يعظم يعظم ولكن بعد الاصلاحات بعد الاصلاح ويعني والتنسيق مع السيد العامل الجديد مهم جدا لانه زعما حتى تنعذر ليس بعض المسائل القانونيه تنعذر وان شاء الله في المستقبل غادي يعظم ثانيا حميد يعظم قيل له داني ليس غيخدم من يتصنف الدوس فماذا يخسر الميزانيه سن اخي عاون السيد العامل وزاره الداخليه حنا تتمرن نقى مثلا الحضانه نقى السباحه ما دوكش الموظفين الجمعيات المهم عاد الرؤيه يعظم قد يعظم 100% ولكن الرؤيه ما زالت يعني في طور دراسه والتشاور مع السلطات المحليه جميل جدا بعد لانه المركز هو اللي تخزن دراسه الطاس الفاعلين المجال الرياضي على مستوى ديال الحسيمه تسن الجمعيات اللي غينات القائنات القاعات الاجتماعات قد استغلت اي واحد يجتمع بين قد فونكسيونيل يعني تصرف الجميع الا المرافق المرافق تسمى المرافق كمرين جاعوا تستغلين خصوصا المسبح ان يجي تابع للمركز السوسيو رياضي دكتور ربما شحال تقول من 12 سنه منايا طب الحمد لله نشينو زدنا عظميت 12 سنه انت بالله ايوا ان شاء الله نسيتي بينو هذه يعظم قريبا دكتور ان شاء الله دكتور نوض تقريبا غارون تخلصت النهار زيد غيميتك محجوب سيتي مخدري نصاغ
ساو ثخمر يعني يسقسي ثاني من الضمان ذي الشارع العام المتتبع الشأن المحلي ذي مدينة الحسيمة السيورخ ربما جميع النقاط إجا التصي وذنا الزون خاصنت الجواب دكتور أشوش الكلمة تمكارو ربما أنتو شان حاشدو خاصن السيور شان نقطة إجا ذات زو التابرة تتصيو ذي السكينة مدينة الحسيمة خي تسران قمرقية وانيتا وأني خسيني كوال نشتكاكا وذاني داخل التقا تشكاغي وذاني كم عوانا تشكا حتى إني كنت قدم خسسنيني غانا تسير نجم جدي سقا صعير تسير نجم الأغلبية هذا 17 حزب أقل صعير ولكن تأكد قاقعي وذانا قجان دي المجلس غاصن نية حسنة الأغلبية هذا معارضة يوذاني اكتعتقد أن يوذانا لحميتنا قاشن قط من غانينا غلطين يعني مش نتيج المجهود أحمد تفلين لي الله عمين قعدان قي الله نجمد نخدم قوية ويا روخ إن شاء الله خنطلق انطلاقة جديد نشين الهدفين والشخصية نشوات جي وسيغضة ضغط فاخ نخد كسيخ مصلحة نشوات حيث يخفرانك البلدية وكسيخ تشي مصلحة مالذين حدث عاونك نشي وذاني سيقان قانا جي الوزاني قد دي عرفات مش غايل انشو تجيو سيرد اركم خذي البيرو موظف وسيرد عاونغ الاخوان الحسيمة مش غريخ ذي الحسيمة لبدائر الخريص الثانوي اقايق جن اغلبية نخدم معرا في اطار القانون المواطنين في حدا جن نزمع شي حاجة مرحبا بهم واني خصد ينتقد شغرنس واني خصد ينتقس النقش مرحبا به والكمال لله ماذا نتقوى بشي حاجة طلب المسامحة من اني عن غير قصد ونتمنى مدينة الحسيمة رئيس خانة نتمنى التوفيق والحمد لله نشين دي عامين انا سي نستعلين وذين اي فضيحة عقارية وذين اي فضيحة رشاوي وذين اي واحد يسجل خانة 15 فرنك لشين الجن وذين اي مواطن فضلت خوان مغني هذا هو عرب حينوش بالنسبة ايش عزوك اسقين خملي حقي وذين ذا رئيس نقود جذا رئيس عزوك اسقان السيدوة وذا خيط الفارشوة وخا خيط كرفص المجهودين وقت قفت الكمال لله دكتور شكرا بروفيسور نجيب الوزاني الرئيس للبلدية نية الحسيمة نوض غير مقارنة خلاص واسط قديش سوطاس خسي عن الرحب أنه تقبل بالعكس بالعكس يا دكتور ألف مرحبا وذول هدف نتغيميت أنه نصفف مجموعة من التساؤلات سنخش عفوي سنخش عفوي يا دكتور سنخش عفوي نشك عفوي ونش سوا كيدش ربما نهارك كسخ القبعة عن الصداقة يجمعنا كيدش سوا كيدش لا شك صحفي محترف كيدي الأسئلة اللي نخصنا تقل نكتلو عندي الشارع عمو تشكاخش لنكش دي الفرصة خد الجواب فوت ماشي دانا شكرا دكتور نحسن نكاب راديو ماني مثل جامع مش دوم نيخ راغ الآخر وراغ ورانت مواطن ناخن ودغارون كارون تخلص تواس زكس الدين وم ثاغي ميتك محجوب راكيو مساقا قيش نتخلص النغني وقيجون وجيون النغني قاغن وجيقني وذير أمان أدري هنا